رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، وصلنا إلى آخر جزء من برنامجنا الصباحي. الحين بنروح لفقرة التراث مع الوالدة شيخة الوالي، بنتعرف على طريقة دق الحب، خلونا نتابعها. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقتنا من الحلقات التراثية، وهي عن دق الحب. الحب بأنواعه، في أنواع عديدة من الحب، إن تنزرع بعد حصادها، تجمع وتبدأ وقت دقاق الحب. من أنواع الحبوب اللي أهالينا كانوا يزرعوها مثل الشعير، حب الذرة، حب الدخن، ونوع ثاني اسمه الشلوط. هذه كلها أنواع يزرعونها الأهالي ويحصدوها بعد فترة من زراعها، بعد ما تنضج وتجمع وتحطها على هذا اليانور، ويبدو يعني ريايل يبدو في دقاق الحب. تجمعوا من أربعة من الريايل إلى ثمانية، كل واحد يمسك نوع من العصي، العصي الزور اللي من ساق النخل أو من عيدان أو عود السدر القوي، بعد تنظيفه ويبدو في دقاق الحب مع الأهازيج. ليش الأهازيج؟ حتى يروح عندهم الوقت ويستمتعوا بالأجواء بدقاق الحب. الحين معنا الأطفال، بدالونا إن شاء الله كيفية دق الحب. يلا خميس وعلي، انت تمام. ابقوا توقفوا شوية، تموا يدقوا واقفين، تموا يدقوا واقفين. وهذا المكان اسمه اليانور، هو اللي دق الحب. مع الأهازيج مثل ما قلنا يتم ساعة أو ساعتين هم يدقوا الحب على هذا، شوية يوقفوا وشوية يلفوا مع الدقاق. يساعدوا الأهالي والجيران على دق الحب كل يوم أو يومين، يكونوا في لشخص أو لشخصين، إنه هي نعم، وينقلوا من تحت. يعني هل يشوفوا كل هذا، مثلا يحطوا القب، هم يسموها يحطوا، يشوفوا خميس تحط القب، أيوة، يشوفوا هل هو اندق كامل أو لا، مثل ما يشوفوا الأولاد الحين كيفية يشافوا هل هو اندق الحب عدل أو لا، مع يلفوا على اليانور مع الدقاق مع الهازيج اللي يقدمونها. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا نشكركم على متابعتنا، ونلتقي وياكم إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة. كل الشكر للوالدة شيخة الوالي على هذه الفقرة التراثية وعلى هذه المعلومات اللي أكيد تضيف لنا الكثير، والمصطلحات اللي ممكن لأول مرة نسمعها من ناحية اليانور وطريقة حتى دق الحب. يعطيها العافية الوالدة شيخة الوالي، ونحن بالفعل نستفيد من هذه الفقرات ومن أصحاب الاختصاص. صحيح يا عائشة، طبعا مستمرين في التراث يا عائشة ومشاهدين. تشكل الأكلات الشعبية عنصرا مهما في الفوالة الإماراتية. مشاهدين الكرام، خلونا نشوف هذا التقرير وراجع لكم، ابقوا معنا. تعد الأكلات الشعبية من أبرز مظاهر التراث الإماراتي، إذ تحضر في الفعاليات التراثية المتباينة التي تقام في مختلف إمارات الدولة، وتتنوع الوجبات التي تقدم في المناسبات، وتقتصر على أطباق تختصر من خلالها النساء ثقافة المطبخ الإماراتي. ومن أبرز الأكلات التي تقدم الهريس وخبز الرقاق واللقيمات والخميرة، وغالبا ما تقوم النساء بتحضير العجينة في المنزل،
وطهي الأكلات أمام الناس وتقديمها لهم طازجة. ووجود الأكلات الشعبية في الفعاليات المختلفة لا يشكل انعكاساً لتراث المطبخ الإماراتي فحسب، وإنما يفتح الآفاق للمقيمين والعرب والأجانب للتعرف عليها وتذوق نكهتها المتباينة. شاهدنا هذا التقرير المشاهدين الكرام الذي تطرق للأكلات الشعبية. دائما خلينا نقول الأكلات الشعبية يا عائشة حاضرة في فوالتنا اليومية، سواء حتى الصبح أو حتى العصر أو حتى بعد المساء عائشة. نعم أكيد، مثل ما شفنا مشاهدينا بعض الأكلات الشعبية اللي المعكرونة يعني مش ما تعتبر من الأكلات الشعبية. بالفعل نقدر نقول الفوالة موجودة أو الأكلات الشعبية دائما متواجدة في فوالتنا الإماراتية أو على السفرة، ومثل ما لاحظنا نحن في أيام الشارقة التراثية جميع هذه الأكلات موجودة في هذه الأيام. أصبحت حتى المطاعم يعقوب مختصة بالتراث من الناحية نقدر نقول التراثية، الأكلات الشعبية لما لها من أقبال كبير. صحيح، يمكن دائما يوميا في بعض البيوت نشاهد يمكن الأكلات الشعبية مثل اللقيمات والخبيص والهريس وغيرها يا عائشة. نعم. فالحمد لله احنا ما زلنا محافظين على تراثنا حتى في جانب الأكلات الشعبية. وأنت شو من الأكلات الشعبية تحب يعقوب؟ القيمات. القيمات وأنا بعد أحب القيمات وجميع الأكلات الشعبية، لكن دائما أميل إلى القيمات. والحين مشاهدينا ننتقل إلى تقرير يتكلم عن نوع معين من الأسماك يسمى سمك القصقوص اللي يصنع منه وجبة الجشيد، خلونا نتابع. ينتعش موسم الصيد على إقبال الناس بشراء أسماك القرش المولودة حديثا في الإمارات من أجل إعداد طبق الجشيد أو القصقوص الذي تتناقله الأجيال كطبق تراثي صحي. يعد الجشيد من الأطباق التي يعشقها أهل الإمارات، فهي مفيدة ولذيذة ولا تقل أهمية عن طبق المالح، كما أن بعض الأسر الإماراتية تفضل أكله وقت العشاء وآخرون على وجبة الغداء، ولهذه الأكلة وقع خاص على أهل الإمارات. فمن يعد هذا الطبق من الوجبة عليه أن يقوم لأخذ صحن منه وإعطائه لجاره من باب الضيافة والكرم. يعتبر الجشيد وجبة غذائية شعبية يزداد الإقبال على تناولها وإعدادها في كل فصول السنة، ويصبح لها في فصل الشتاء حضور مختلف، ويؤكل هذا الطبق مع الأرز الأبيض والسمن العربي. طبعا سمكة أو وجبة الجشيد نقدر نقول تكثر في المنطقة الشرقية، لما للمنطقة الشرقية من توفر هذه الأسماك اللي هو سمك القزقوص. طبعا وهذه الفقرة يعقوب نشوف من الوالدة أو طريقة عمل القزقوص من الوالدة أم علي اللي عندها برنامج خاص أيضا في قناة الشرقية من كلباء، اللي دائما أيضا تزودنا بأهم الطبخات التراثية والإماراتية. صحيح عائشة، يمكن مثل هذه الأكلات القصقوص وغيرها دائما كبار السن يعني يحنون لابد أن يأكلونها دائما. نعم. يعني في بعض الأحيان كبار السن لابد أن كل يوم يأكل سمك، خلاص تعود من بداية حياته وكل يوم سمك. لما تتغير يقول لك لا. نعم. وأكيد لما للسمك من فوائد نقدر نقول يعقوب، فعشان تي يعني ممكن خلاص تعود يعني كبير السن. نعم صحيح. والآن مشاهدينا ننتقل إلى تقرير خاص يختص عن القطط الشرازية التي يحب الكثير الناس تربيتها، خلنا نشوف هذا التقرير وراجع لكم. تعد تربية الحيوانات الأليفة من أكثر الأمور الشائعة التي يقوم بها الإنسان، فهو عمل خير يقوم على رعاية مخلوق ضعيف وتأمين الغذاء والمأوى له. وتعتبر القطط من الثدييات الصغيرة وآكلة اللحوم، لكنها أليفة ويمكن تربيتها داخل المنازل، وتتميز بصداقتها الوفية للإنسان. تعد القطط من الحيوانات النظيفة لاهتمامها الدائم بتنظيف نفسها، لا سيما اهتمام مربي القطط بتنظيفها وتوفير احتياجاتها من مأوى ومأكل يتناسب ويلائم أسلوب حياتها.
ومساعدتها بإزالة الشعر الزائد عن طريق تمشيطه باستمرار. ويجب على الإنسان أن يقوم بتحميم قطته مرة أسبوعيا بشامبو خاص أو باستخدام الصابون، لأن الشامبو العادي قد يؤثر على شعرها ويجعله يتساقط. تصاب القطط بعدة أمراض شائعة ومعروفة مثل مرض العطاس، وقد يلاحظ أنها تطلق إفرازات من الأنف والعينين، وقد تصاب بالحمى. لذلك يجب تطعيم القطط عندما تبلغ أعمارها 8 أو 9 أسابيع وأخذها للطبيب البيطري. شاهدنا هذا التقرير مشاهدينا الكرام. يمكن في بعض الأحيان أو في بعض الأشخاص أو بعض العوائل يا عائشة تهتم في تربية الحيوانات بشكل عام خصوصا القطط. نعم، وأنا ممكن مو معنى هؤلاء الناس، يعني ما أحب وايد أو ما أميل إلى القطط وأنت يعقوب؟ لا أنا بعيد عن الحيوان بشكل عام يعني. نعم، الحين يا يعقوب وصلنا لفقرة المعلومات الغريبة. أول معلومة عندي تقول هنالك نظرية تقول أن أفضل حل للتخلص من الأرق ومشاكل النوم هو الاستمتاع بالأرق وعدم النوم وإشغال النفس بأي شيء حتى تشعر بالنعاس فعلا. يعني إذا أنا حسيت بأرق أستمتع بهذا الأرق. ممكن يعني، بس كيف راح استمتع بهذا؟ كيف استمتع ما أعرف. حتى لطيفة مسكينة منصدمة من هالمعلومة. يمكن أحاول مثلا أني أستمتع، مثلا أتعب نفسي زيادة يعني مثلا. وذكرت المعلومة أنك ما ترقد بعد، يعني استمتع بالأرق ولا تنام عشان تستمتع بالأرق. جميل. مشاهدينا الكرام، الأذكياء يجدون صعوبة دائما في النوم ليلا بسبب النشاط الزائد لأدمغتهم، لذلك كلما زاد ذكاء الإنسان زاد سهرة في الليل. ففي بحث أجراه طبيب النفسي الفرنسي ساتوشي تبين أن جل من يسهرون يملكون الذكاء من بين 120 إلى 139، وهو ذكاء حاد فوق الطبيعي. ممكن الأذكياء والشطار هم اللي يسهرون دائما. انا اقول ليش يسهر دائما ما يرقد. نعم. طيب يقولون عيل الواحد عشان مثلا يكون ذكي ينام ساعات كافيه وغيره، ما ادري المعلومه هذه تقول ممكن. والمعلومه اللي عندي تقول الاشخاص الذين ياتون متاخرين عن المواعيد باستمرار يفترض بانهم اكثر ابداعا ويتميزون بالهدوء والابتكار وقله العقد النفسيه، لكن في الوقت ذاته هم اكثر ضعفا في عمليات الحساب ولا يهتمون بالتفاصيل حسب دراسه علميه لجامعه سان ديجو. طبعا ممكن انا من الاشخاص اللي ما اي دائما متاخر اي من وقت، يعني عكس هؤلاء الأشخاص، فهم ممكن يكونون أفضل يتمتعون بالهدوء وغيره. صحيح. ممكن بداية حلقتنا كان موضوع حلقتنا اليوم إدارة الوقت، يمكن هذا يدخل جانب من إدارة الوقت. أنت إذا عندك مواعيد معينة، مواعيد مهمة مثل العمل أو غيره، مواعيد مرتبطة في حياتك لابد أنك أنت تلتزم فيها وما تي متأخر. هذا صح. كان كلامنا في بداية الحلقة. نعم، لكن يقول لك اللي يجون بعد الوقت المحدد يعني هم يتميزون بالهدوء الابتكار قلة العقد النفسية. يعني أنا عكسهم، فيني دائما أجيب الوقت عقدة نفسية خلاص مش هادية. معناته عايشة باتشر أنا بجرب شيء بي متأخر عن الحلقة، فبشوف يعني هل هالمعلومة تطبق عليه ولا لا، بنشوف شو بيصير بعدها. نعم. مشاهدنا، عندما تكون حزينا ستزداد رغبتك في أكل الحلويات والشوكولاتة بشكل لا إرادي، لأن الدماغ يصبح بحاجة لكمية أكبر من الهرمون، وهو ما يحصل عليه من الحلويات والشوكولاتة. فهذه الأطعمة تمد الدماغ بما يحتاجه وتحسن المزاج وتزيد الراحة فورا. نعم صحيح. الواحد يقول لك دائما حتى اللي مثلا متضايق من شيء، الحزين اللي مكتئب، دائما يتناول قطعة من الشوكولا ممكن أنها تحسن من مزاجه. ممكن. نعم. صحيح. يعني في بعض الأحيان خلاص مشاهدينا، يعني اللي بيكون متضايق أو عنده مشكلة ما ممكن أنه يروح يأكل سويت دايركت. نعم، الحلويات. نعم. إلى هنا مشاهدينا ويعقوب وصلنا لختام صباحنا اليوم. أشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة، ومع السلامة. مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وإن شاء الله ألقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج صباح الشرقية. إلى اللقاء.